هذا وتحيي تونس غدا الذكرى 7 لثورة الياسمين ومغادرة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. تأتي هذه الذكرى في وقت تشهد فيه تونس اضطرابات في عدد من المدن احتجاجا على ارتفاع الأسعار، بينما اعتقلت السلطات أكثر من 800 شخص منذ بداية هذه الاحتجاجات، وانتشر الجيش حول عدد من البنوك والمقار الحكومية.